مبروكين عشاق ومحبين كرة القدم العراقية، رايحين للاستوديو الحين شوف الشباب. يعطيك العافية يا باشا. يعطيك كابتن حارس على البركة. عسيرك في الخير يا كابتن. كل المحبين محمد السعدي متابعيني على الفيسبوك. نعم والله مبروك. نعم دكتور محمد. شو شعورك بعد الفوز باللقب؟ والله ما شاء الله احنا متفائلين الفريق، خاصة انت المعلق المباراة الاخ ابراهيم. ما شاء الله كانت الرايد، كانت العالد اليوم، يعني كان فرحة كبيرة واول انجاز تاريخ الكرة العراقية تحت 16. الله يعطيك فرحة كانت كبيرة وسعادتنا بعمرة الحمد لله رب العالمين. مبروكين فوزكم كلنا وفوز لنا كلنا طبعا. اكيد الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا هنا معانا بالاستديو الكابتن راد يعقوب، الكابتن ابراهيم البواري. المبروك، يعطيكم الصحة العافية على الـ على الـ على الاستديو الجميل اللي سويته. يعطيك الصحة العافية كابتن راد، يعطيك العافية ابراهيم، جهود كبير وبذلت جهد الماضي. تستاهلون والله تستاهل. طبعا الكابتن راد يعقوب قدامك وهذا فاز بكاس اسيا 90، انت الحين مستوي بعد 26 سنة كابتن فاز من قبل. تبي تشوف الصورة؟ والله يا والله كان بالعروض على الهواء. طبعا ابراهيم الكواري ما قصرت، كنت معنا من اول يوم في البطولة، يعني الله يعطيك الصحة العافية وما قصرت. واستاهلون طبعا الجمهور العراقي الفوز اليوم بالكاس طبعا. وهذا كذا تمت تغطية كاس آسيا للناشئين بحمد الله من شاشتكم، شاشة قنوات الكاس. يعطيكم الصحة العافية.